ما اعرفش يعني، مش هف... اي حد هيقول لك اه في او ما فيش يعني، يعني ويلكم يعني، السوق مفتوح لاي حد يقدر يدخل، هو ما فيش حاجه سهله وما فيش حاجه صعبه. وفي الاخر اللي قادر يدير الكاش فلو بتاعه، واللي قادر يمنتين الكاستمرز بتوعه، واللي قادر يحقق على كاستمر ساتسفاكشن، هو ده اللي هيستمر. المشكله مشكله الترندز بس، هي دي الازمه الكبيره عندنا في والله مش في الوطن العربي بس، الحقيقه في العالم كله يعني. ان بدل هي نجحت، وده كان زمان قوي، السايبرز او الانترنت كافيز، انه يعني عمل انترنت كافيه ونجح، فكل البلد بقت تبقى انترنت كافيز، او عمل سنترال اتصالات نجح، صحيح. كل البلد بقى عندها سنترالات. زي احنا الان عندنا في السعوديه في يعني الترند موضوع الكوفي شوبس ده، اللي هي القهوه المختصه دي، يعني كل 5 متر بتلاقي واحده، يعني فعلا هي مشكله الترند دي. والله يعني هو انا يعني بشكل غير ممسوك يعني، هو في الاخر رزق يعني. صحيح. وربنا بيقدر الرزق يعني لكل الناس. لكن الماركت يستحمل او لا، انا شايف ان احنا عندنا 70، احنا عندنا اكوردنج الاحصائيه بتاع منظمه الصحه العالميه، احنا عندنا 65 مليون مريض نفسي في الوطن العربي، واحد لكل اربعه. رقم طبعا رقم كبير رقم جدا، كبير واحد رقم لكل كبير اربعه. جدا. بس الازمه الحقيقيه في عدد الاطباء النفسيين، عدد الاطباء النفسيين يعني حسب الاحصائيه بتقول ان لكل 100 ألف مريض نفسي عندنا نص طبيب نفسي. ف ده وده رقم ضخم، رقم يرعب يعني شورتج بشكل كبير يعني. شورتج. وفعلا زي ما تفضلت انت في البدايه، ده من المشاريع اللي مش هينفع اروح اكلم طبيب نفسي في امريكا ولا في كندا، لانه لا يعرف الكلتشر عندي، ولا يعرف احنا بنتعامل ازاي، ولا يعرف يعني المشاكل الاسريه اللي بتمر، اللي هي سبب الاشياء دي ومشاكل الحياه، فهتكون الاستشاره ورثلس يعني. يعني في السعوديه مثلا، في الرياض، وده انا كنت موجود السنه اللي فاتت في الاكسلريتور بتاع ميسك فاونديشن، احنا انا لقيت عملت ماركت ريسيرش، لقيت اربع مراكز نفسيه بس في الرياض. ده رقم قليل جدا 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 يعني، يعني نتكلم في 50 طبيب نفسي في الرياض كامله. والرياض فيها اكتر من 3 مليون اعتقد شخص. فده رقم يعني، ان يبقى في 50 طبيب نفسي موجودين بس على بلد فيها 3 مليون. لثلاثة مليون على بلد الرياض كمان، الرياض أكثر كمان من 3 مليون، الرياض فيها تقريبا فوق 8 مليون الآن، كمان يعني 50 يعني طبيب نفسي على يعني 8 مليون 50. يعني، ده رقم فعلا صعب جدا يعني. في الحقيقة ان هو ده التحدي الاساسي، انه ان السبلاير قليل جدا على ديماند كبير. فده التحدي الاساسي، هاو تو مينتين سبلاير بتاعك كبزنس بقى، كبزنس وايز، وهل تقدر تكبره بشكل من الاشكال وتبدا تمنتينه وتخليه مبسوط ومعاك اكتر، هو ده التحدي الاساسي. لكن ان يكون في بلاير واثنين وثلاثه، انا يعني بالعكس، انا شايف انه الوطن العربي محتاج ده بشكل كبير، ومحتاج ده بشكل انوفيتيف يعني، يبقى في افكار تانية، مش بس الفكره بتاعت الموديل بتاع شيزلونج. مجال الطب النفسي واسع جدا، وفي افكار، في افكار كتيره جدا، وفي دومينز كبيره جدا. في ناس ممكن تتخصص الطب النفسي الاطفال بس وتشتغل على المدارس، في ناس ممكن تتخصص في الشركات وتشتغلوا على الامبلوي ويلنس بروجرام، في ناس ممكن تتخصص للمراهقين بس، في ناس ممكن تتخصص للسيدات بس، في دومينز كتير قوي في الطب النفسي. فممكن حد يقول انا هاخد بس الاطفال في المدارس، وده بوتنشال بزنس كبير جدا. فهو ده وده بقى يعني، ده الافكار اللي محتاجين نخلقها يعني، مش نعمل كوبي كات شيزلونج. حلوه شيزلونج وممكن صحيح. فلوس، بس فين بقى الانوفيشن يعني؟ ايه الجديد اللي انت عملته؟ صحيح. فين الادد فاليو والكومبتيتيف يعني اتش بينك بين فعلا زي ما تفضلت، هو الان احنا لو شايفين السوق الاستثمار في المنصات الطبيه عموما، يعني بغض النظر عن وات ايفر كان تخصص، هو كله رايح ل اما كونسلتيشن، اما انه بيع ادويه. هل نقدر نشوف او حجز مواعيد؟ الو، مواعيد يعني او حجز مواعيد، يعني ممكن نقول احنا مجالات بتخصص فيها يعني. مظبوط. تسمعوني كويس؟ اعتقد انا عندي حصل اشكاليه في الدكت بسيطه بس. فزي ما قلت ممكن كانوا يعني الان التخصص، او نقدر نقول بالذات في موضوع المنصات الطبيه، هم 3 يعني، يا اما حجز مواعيد،
يا اما استشارات وات ايفر كان التخصص، يا اما موضوع الصيدليات بيع الادويه اونلاين.